وقع سلطة الطيران المدنية العراقي مع نظيرتها الإماراتية مذكرة تفاهم فيما يخص سجل المناقشات الجوية التي تضمن الأمور التشغيلية والفنية المتعلقة بمجال النقل الجوي. وقال مدير عام سلطة الطيران المدني علي خليل إبراهيم في بيان له أنه تم الاتفاق على تسهيل منح سمات الدخول للمسافرين من كلا البلدين من خلال تقديم التسهيلات التي من شأنها تعزيز أواصر العمل المشتركة ما بين الدولتين.